على يمين حارس المرمى، محاولة استغلال الكرات الثابتة، كرة عرضية عالية رأسية، الله آخر من سجل وأول من يبدأ الدربي. دفاع الوحدة يدافع عن حظوظهم ويريد الدربي انطلاقه، يريد الدربي انطلاقه، إنه علاء وإنهم في العلالي في العلالي. سجل في دربي الموسم الماضي ويبدأ القمة. يا للكرة الثابتة، يا للرأسية التي تأتي، يا للهدف الذي يسجل. الوحدة ليس الأفضل لكنه يتقدم. هذا المهم، هذا المهم. هل تريدون اعتذارا لجماهيركم؟ الدربي فرصة مناسبة يا علاء. علي مبقوت ركلة جزاء تأخرت كثير كثير كثير، لكن علي مبقوت لا يتأخر، لا يتأخر. الجزيرة نازل مستعجل مستعجل مستعجل، يبغي عدلها. أسطورة دورينا لا يمكن له أن يهدر من علامة الجزاء. في الدربي يظهر ويسجل، هو علي اللي يصنعها، هو علي اللي يسجلها. هنا يسقط لكن الجزيرة يقف، لكن الجزيرة ينجح. الله على الهدوء، يضع الكرة بعد أن تأخرت. واحد واحد، سجلوا عدلوا في الدربي، تعود الأمور لنقطة البداية. الجزيرة الذي كان أفضل أخطر يستحوذ، هو نازل. ما في تعليمات من بين الشوطين، نازلين يقولون للحكم صفر، نبغي نسجل، نبغي نرجع. الوحدة اكتفى بالدفاع، هذا الأمر صعب جدا. الفهد الكبير، والآن نعرف قيمة الفهد الكبير أكثر. الكرة الآن عرضية، ونعرف قيمة الوحدة أكثر أكبر. نيران صديقة يحتاج له العناب اليوم في قمة في هذا الدربي. يعود من خلاله الوحدة بهدف آخر بعكس المسار بعكس الاتجاه. كيف يسجل الوحدة في الوقت الذي يكون فيه الجزيرة أفضل؟ شاهد الكرة، لوكاس يجيبك، يرد عليك. ومن الصداقة أحيانا ما يضر ويؤلم، هكذا يفعلها هذا لوكاس، هذا لوكاس. يا خوفك من أمالك، من أمالك. شوف لوكاس فرناندز شبكها، هدف بنيران صديقة، هدف يأتي في الدربي، في الدربي عن طريق المدافع في مرمى قبل أن تصل الكرة إلى فاكوندو. الوحدة من أقل الفرص يسجل ويعاقب الجزيرة على الاستحواذ والفرص التي تضيع.